الوصفة بتاعتنا هي كفتة مدخنة وحراقة. ازاي هنعمل الوصفة بتاعتنا او ايه هي المكونات اللي احنا عايزينها؟ عايزين تقريبا نص كيلو لحمة مفرومة، ملح وفلفل، رشة بهارات، واحد بصل، نص كوباية بقدونس، عايزين فحم. الصلصة هتكون عبارة عن 2 فص ثوم، 3 كوب طماطم مبشورة، 2 معلقة كبيرة صلصة، 2 معلقة كبيرة دبس الرمان، 1 فلفل حار، 2 معلقة كبيرة زبدة، وللوش عايزين 1 كوب لبن زبادي، 1 فص ثوم مفروم، 1 معلقة صغيرة صنوبر، ورز أبيض للتقديم. هو مش للوش، هو طبق جانبي الزبادي والفص الثوم، يعني علشان نقدم فصين الثوم او فص الثوم علشان نقدم بيه الكفته، يعني بتتحط جنب الكفته بتاعتنا. طيب احنا في خطوه انا عملتها سريعه، اللي هي خدت اللحمه المفرومه والبقدونس والبصل، ضربتهم في الكبه مع بعض لغاية ما اندمجوا مع بعض خالص، وحطيت عليهم شوية ملح وفلفل. البصل والبقدونس والملح والفلفل واللحمة حطيناهم في الكبة. دلوقتي هناخد اللحمة اللي عندنا، اعملوها بقى على شكل كرات، على شكل أصابع، زي ما انتوا عايزين. حطينا شوية زيت هنا، وهنبتدي نحط الكفتة بتاعتنا ونحمرها في الطاسة. الوصفة دي كلها في طاسة واحدة، يعني مش هتطلع برة الطاسة، فهي وصفة لذيذة كده وطعمها حلو، وزي ما قلنا كلها في نفس الطاسة. هناخد دلوقتي اللحمة بتاعتنا، وزي ما قلنا تقدروا تعملوها كور، تقدروا تعملوها أصابع زي ما تحبوا، وهنبتدي نحمرها في الزيت. تمام، الطاسة كده بقى سخنت، خلينا نحط بقية قطع الكفتة اللي عندنا. زي ما قلنا حطيناها في الكبة مع البقدونس ومع البصل ومع الملح والفلفل. بس ايه يعني، انا زودت بقدونس شوية الصراحة. اللحمة عندنا زي ما انتوا شايفين خلاص اتحمرت تمام اهو. هناخد بقى دلوقتي البصل اللي متقطع شرايح، هنحطه مع الثوم. هنقلبهم مع بعض شوية. هنحط الحراق زي ما قلنا حسب ما انتوا بتقدروا تحطوا. هناخد بقى دلوقتي الصلصة زي ما اتفقنا، وهنحطها كده هنا. دبس الرمان، هنحط شوية مية، شوية ملح، شوية فلفل، عندنا هنا بقى فحمة هناخدها نحطها كده في النص. هناخد الفويل وهناخد الزيت على ما نعمل الزبادي اللي عندنا. نحط بقى شوية زيت ونقفل بقى علشان اللحمة تاخد طعم التدخين ده كله. اللحمة والصوص طبعا.
خليها بقى كده هنا، ونعمل بس كده شوية من الصوص علشان نحطها على ال... عندنا هنا نحطها على طبق جانبي. عندنا هنا الزبادي، هنحط بس عليه شوية ثوم بس، بنقلبهم مع بعض كده وبنخليهم على جنب بيتقدموا مع الأكلة بتاعتنا دي. بقى حلوة تتاكل طبعا مع رز، وزي ما قلنا بتقدموها مع صوص الزبادي كمان، بتبقى لطيفة جدا. ريحة التدخين تحفة تحفة. دبس الرمان بقى والحاجات دي كلها بتعمل طعم جميل جدا. ناخد بقى الكفتة اللذيذة بتاعتنا ونحطها كده هنا.